الخلافة العثمانية. النهاردة أيضا كان هناك مظاهرات في برلين من أمام مقر المستشارية الألمانية، عدد من الجاليات العربية في برلين قال يعني قامت بعدد من التظاهرات، نددت فيها بسياسة تركيا، نددت فيها بسياسة أردوغان، وكان جزء كبير من المتظاهرين من الليبيين الذين رفضوا تصدير المرتزقة إلى برلين. خلونا نشوف، عفوا، إلى ليبيا. خلونا نشوف هذا المقطع. نقف اليوم ناشطين سياسيين ومدنيين من معظم الدول العربية التي تعيش في ألمانيا والدول الأوروبية وقفة احتجاج وتنديد ورفض للتدخل التركي العدواني المرفوض في ليبيا والمنطقة العربية. مطالب المحتجين اليوم هي كالآتي: نندد ونرفض بشكل قاطع بنقل الإرهاب والجماعات الإرهابية المسلحة من سوريا إلى ليبيا رفضا قاطعا، حيث إن العالم يحكمه قانون دولي وينص ويمنع التدخلات الخارجية وانتهاك سيادات الدول تحت أي مسمى. ما تقوم به تركيا اليوم بقيادة أردوغان ما هي إلا تدخلات عدائية استعمارية ذات مطالب توسعية ومطامع اقتصادية في البلاد العربية الثرية المتمثلة. إذن هذا جزء من التظاهرات التي قامت بها بعض عدد من المواطنين، أو قام بها عدد من المواطنين العرب من الجاليات العربية المقيمة في ألمانيا. خلونا نشوف هذه الصورة مرة أخرى عشان عايزة أعلق عليها. هذه الصورة التي تضم الرئيس السيسي والمستشارة ميركل، و معانا الصورة يا جماعة، المستشارة ميركل والرئيس السيسي وبوتين. يعني هذا حوار مهم، مصر، وأعتقد أن هذا ماكرون، مصر تعود إلى دورها القيادي خاصة في شأن ليبيا. ليبيا عمق استراتيجي لمصر، مصر لا تريد أن يكون على حدودها الغربية ميليشيات مسلحة، لا تقبل أن يكون هناك على حدودها ميليشيات مسلحة. الورقة المصرية كانت واضحة، آلية واضحة، واضحة الملامح، تشمل تسريح الميليشيات وجمع أسلحتها، وقف إطلاق النار يتبعه مسار سياسي شامل يضم كافة الأطراف. موقف مصر ثابت ولن يتغير، فهي لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهو أمر واضح أوضحته مصر بجلاء في برلين. اقتسام الثروات بشكل عادل مع وقف تدفق المخاطرين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج. هذه النقاط المصرية الأساسية في ورقة برلين.